وفقاً لالتزامها بتلبية احتياجات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق في الكويت، تقوم وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشروع تطوير طريق جمال عبد الناصر الذي يعد أحد أضخم مشاريع الطرق على الصعيد الدولي. تطوير طريق جمال عبد الناصر واحد من أكبر مشاريع التنمية في الدولة، والذي تشرف عليه وزارة الأشغال كأحدى أهم الخطط الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق السريعة وفقاً لالتزامات وزارة الأشغال العامة لتلبية احتياجات البنية التحتية القائمة والمستقبلية في دولة الكويت. فقد قامت وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشروع تطوير طريق جمال عبد الناصر الذي يتضمن تحويل الشارع القائم إلى طريق سريع متعدد الأدوار يمتاز بمقاييس الطرق السريعة العالمية، ليكون بدوره أحد أضخم مشاريع البنية التحتية على الصعيد الدولي في المنطقة، حيث أن من أهدافه الاستراتيجية رفع القدرة الاستيعابية المرورية للطريق وترقية مستوى الأمان والسلامة المرورية، مما سيؤدي إلى خفض نسب الحوادث والتقليل من الازدحام المروري بشكل كبير. كما يعد المشروع من أهم الخطط الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال العامة لتطوير شبكة الطرق في دولة الكويت استعدادا لمتطلبات الحركة المرورية المستقبلية ورفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطرق. المشروع يبدي من دوار بوابة الجهرة منطقة العاصمة على مسافة 11 كيلو لمنطقة غرناطة. طبعا هو الهدف من المشروع هو تقليل الازدحام المروري، خفض نسبة الحوادث المرورية، رفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطريق، والسبب المهم هو فصل الحركة المرورية العابرة من الحركة المرورية اللي هي تخدم جهات الحكومية. هذا الهدف الأساسي من المشروع. ويقع المشروع في المنطقة الغربية لمدينة الكويت التجارية العاصمة، حيث يمتد من دوار بوابة الجهراء دوار شرة حتى شرق منطقة غرناطة شمال العاصمة. ويعد المشروع بمثابة البنية التحتية للعديد من الجهات الحكومية والتعليمية والصحية وغيرها، منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمستشفيات الرئيسية الواقعة بالمنطقة المحاذية للطريق، إضافة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، مما سيساهم في تسهيل حركة الوصول والخروج من وإلى تلك الأماكن المذكورة من خلال الفصل بين المسارات المرورية المختلفة العابرة والمحلية. الجسر اللي احنا حاطينه على طول المشروع 11 كيلو، الجسر كامل يكون 7 كيلو، يبدأ تقريبا من جسر المطاحن أو قبله شوية لبعد دوار مستشفى وزارة الصحة، فهذا امتداد الجسر. طبعا تحته راح يكون الطرق التخديمية اللي راح تخدم جامعة الكويت ومع التكنولوجيا والمستشفيات، وهذا يعد هي البنية التحتية حق هالجهات الحكومية هذه. الجسر من 3 حارات مع حارة أمان. مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر يعتبر من أهم مشاريع استراتيجية بالكويت، عبارة عن جسر متعدد الأدوار يصل ارتفاعاته من 5 متر إلى 27 متر. يتكون الجسر رئيس الأعمال الخرسانية فيه على امتداد 7 كيلو و200 متر، إضافة إلى 8 كيلو من أعمال المنحدرات الموجودة فيه. تم الانتهاء من تركيب 2500 متر طولي من مشروع في كل اتجاهين، عبارة عن 3 حارات إضافة إلى حارة الأمان، إضافة إلى 500 متر من أعمال المنحدرات. تكون العملية الإنشائية من أعمال الخوازيق البايلات إلى إضافة إلى العمود للجسر الرئيسي، إضافة الحامة الرئيسية للجسر والقطع المسبقة للصب. التركيب يأخذ له من 5 أيام إلى 7 أيام عمل، انتهى من السبان كامل البحر كامل. عدد القطع الموجودة مثل ما ذكر الشباب 8600 قطعة على امتداد المشروع.
وتتكون مراحل المشروع الخمس من المرحلة الأولى تبدأ من الطريق الدائري الأول قصر السلام وتنتهي عند طريق المطار. المرحلة الثانية تبدأ من دوار مستشفى الصباح وتنتهي عند منطقة غرناطة باتجاه منطقة صليبخات. المرحلة الثالثة تبدأ من تقاطع مستشفى الرازي وتنتهي عند تقاطع طريق الغزالي. المرحلة الرابعة تبدأ من طريق المطار وتنتهي عند تقاطع طريق الغزالي. المرحلة الخامسة تقاطع طريق الغزالي فقط. أحدث التقنيات اللي صارت عندنا إن إحنا قاعد نشتغل طريقة الإسبان باي إسبان، يعني نركب قطع الجسور من عمود لعمود على المد بينهم رافعة، تكون رافعة كبيرة بين عمود لعمود، ونركب قطع الجسور تقريبا 11 قطعة تكون كلها تكون ترتفع مرة واحدة، ونثبتها تثبيت مؤقت لين نشدها بالكابلات اللي هي راح تكون ماسكة الجسر لمدة 30 سنة حاسبينها أساس أن يستحمل هالطريق هذا لمدة 30 سنة. في عندك مناطق جديدة بعد منطقة صليبخات قاعد تنشأ، فإحنا لازم من الحين نجهز حق هالمناطق هذه، وحركة المرور راح تكون مثل ما قلت لك من دوار بوابة الكويت الشيراتون اللي يسمونه تقريبا لمنطقة غرناطة على الجسر بدون ما تدش بأي تفرعات. هذه الالتفافات هي يعني أساس أنك تلغي أي إشارات أي تقاطعات، هذه الالتفافات تكون التفافات حرة مثل ما أنت شايف المجسم اللي وراي هو حق تقاطع الغزالي. والميزة بالمشروع أن أي إشارات هذه راح تكون راح تلغى وراح تكون تحت السيرفيس رود اللي هو الطريق الخدمي، هما في إشارات راح تكون دوارات. أعمال المشروع دخلت في مراحل متطورة ستسفر عن إخراج المعالم النهائية له، فالأعمال الإنشائية المشروع والتي تتمثل في تشييد عناصر الطريق العلوي والمنحدرات تضم تلك العناصر كل من الأوتاد الخرسانية والقواعد والأعمدة ومطلع الجسر وقطع الجسور مسبوقة الصب والإجهاد، والتي يتم تنفيذها بشكل سريع ومتزامن في جميع مراحل المشروع. تم استكمال 24 بحرا كاملا من الطريق العلوي بواسطة الرافعات الآلية العلوية المتحركة عن طريق عملية تركيب قطع الجسور مسبوقة الصب بتقنية تركيب البحور الكاملة بالتوالي إسبان باي إسبان. احنا طبعا مثل ما انتم عارفين الحلقة اللي طافت احنا بلشنا المشروع من 1/5/2011 وان شاء الله راح ينتهي 28 أكتوبر 2016. مدة المشروع 5 سنوات ونص، هي 2008 يوم. العمل اللي احنا سويناه الجديد اللي استحدث التحويلات المرورية بلشنا فيها زيادة فيها، يعني اللي هي عندك تحويلة المرورية اللي هي تقاطع جمال عبد الناصر مع الغزالي. زين هناك سوينا احنا التحويلة المرورية ومكملين انشاء القواعد مالت الجسور والأعمدة وقاعد نكمل الجسور هذه. فكان تقريبا امتداد الجسور يمكن 1 كيلو الحلقة اللي طافت، والحين احنا مدينا له تقريبا 3 كيلو الجسور المعلقة. حاليا موجود رافعتين اساسيتين حق الجسر اضافه الرافعات الثانيه، رافعتين اساسيتين نستخدم احنا طريقتين في التركيب. الطريقه الاولى حق الجسر الرئيسي عباره عن الاسبان باي اسبان البحور متكامله متواليه، اضافه طريقه البالانس كانتليفر بالنسبه حق المنحدرات. الطريقه هذه الاحدث عالميا، طريقه تساعد في تسرع من عمليه التركيب. القطع متواجدة حاليا، متوفرة قطع للتركيب على امتداد 2000 متر إضافة إلى 3000 متر اللي موجودة. من
مشروع تطوير طريق جمال عبد الناصر، يهدف إلى تحويل الشارع القائم إلى طريق سريع متعدد الأدوار يتميز بمواصفات الطرق السريعة العالمية. أما التحويلات المرورية وهي طرق بديلة، يقوم المشروع بإنشائها بغية استكمال الأعمال الإنشائية. فالتحويلات تقوم بإعادة توجيه حركة المرور المتعارضة مع مواقع هذه الأعمال التي تتطلب مساحات عمل كبيرة، وتشتمل التحويلات بمختلف مسافاتها على جميع وظائف وخصائص الطريق القائم من خدمات وعلامات إرشادية وأعمدة الإنارة. وقد تتم فتح 24 تحويلة من التحويلات المرورية في جميع مراحل المشروع. جاري الأعمال الإنشائية لبناء النفق لتقاطع الدائري الثاني مع جمال عبد الناصر بطول 716 متر وعرض 32 متر، حيث يحتوي على أربع حارات باتجاهين شاملة حارات الأمان، يعلوه دوار لحركة المرور العابرة، وتم إنجاز 50% من البلاطات والحوائط السائلة. وفيما يخص تصنيع وحدات الجسور والمنحدرات خارج مواقع العمل في المشروع، وذلك في ساحة الصب والإجهاد المسبق الواقعة في منطقة الدوحة بعيداً عن أي وحدات سكنية لضمان عدم اضطراب السكان، ويتم صب وتسليح وإجهاد القطع آلياً بواسطة الماكينات المتقدمة، ومن ثم معالجتها وتخزينها، حيث توفر هذه الطريقة سرعة وجودة في الإنتاج وتلبية متطلبات الصلابة اللازمة. وقد تم تصنيع ومعالجة وتخزين 2530 قطعة ليتم التوريد إلى الموقع. احنا راح نتكلم على ساحة الصب، هي جزء مهم من المشروع لأن فيها يتم قطع تشكيل الحديد اللي راح يشكل القطع الخرسانية السيجمنت، بالإضافة إلى الصب والتخزين بطبيعة الحال. مساحة ساحة الصب تقريبا 130 ألف متر مربع، قطعنا شوط كبير تقريبا عدينا النص، صبينا تقريبا 5000 أكثر من 5300 وحدة مسبقة الصب من أصل 7600، هذا بالإضافة إلى الوحدات الأساسية اللي الاكستروجن سيجمنت. المصنع مزود بأحدث التقنيات حتى يضمن الجودة، هذا بالإضافة إلى المختبر حتى نتأكد من أمور الخرسانة والأمور اللي تصير عليها تيست والأمور هذه، بالإضافة إلى المصنع أو ساحة الصب فيها أحدث الأجهزة، يمكن الكرينز اللي موجودة تصل قدرتها على رفع القطع هذه إلى تقريباً 140 إلى 160 طن. وحدات الصب اليومية تقريباً بمعدل من 10 إلى 13 سيجمنت تنصب يومياً، طبعاً ممكن يصير فيه ساعات دروب حسب العوامل الجوية. مشروع طريق جمال عبد الناصر يقع في المنطقة الغربية لمدينة الكويت، حيث يمتد من دوار الشرطون حتى شرق منطقة غرناطة، ويعد أحد أهم الخطط الاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة. المشروع من المتوقع الانتهاء منه نهاية العام 2016، وبتكلفة بلغت 242 مليون دينار، ويتم تنفيذه وسط عدد من الصعوبات تتمثل في ضيق في مساحات العمل وتنسيقات دورية، ووقوع المشروع في منطقة حيوية مأهولة بالسكان، ومساحات العمل الضيقة تستوجب الحرص على التنبيه على المقاول بإنجاز العمل بأقل نسبة من الإزعاج، بالإضافة إلى الكثافة المرورية الكبيرة على الطريق القائم نظراً لوجود المستشفيات والجامعات والمعاهد الجديدة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، إلا أن خطوات التنفيذ تتقدم بشكل سريع بالتناغم مع البرنامج الزمني للمشروع الذي تتضمن أعماله ذات القيمة الهندسية العالية، إنشاء طريق علوي بطول أكثر من 7 كيلومترات ومنحدرات بطول إجمالي يصل إلى 8 كيلومترات،
والتي سيتم تركيبها عن طريق الرافعات المعلقة المتحركة الآلية عن طريق التركيب القطاعي بتقنية تركيب البحور الكاملة بالتوالي، حيث يتم تصنيع ما يفوق 7600 وحدة من قطع الجسور عن طريق الصب والإجهاد المسبق في ساحة الصب في منطقة الدوحة. كما تشمل الأعمال إنشاء طريق تحتي بطول 716 متر وعرض 34 مترا عند تقاطع الدائر الثاني، والذي يعلوه دوار لحركة المرور العابرة. تمثل الإجراءات البيئية واشتراطات السلامة إحدى أهم الأولويات التي تحرص عليها وزارة الأشغال العامة خلال إنجاز مشروع طريق جمال عبد الناصر، حيث تقدم الدراسات البيئية اللازمة إلى الهيئة العامة للبيئة بشكل دوري وبما يفوق المتطلبات. وقد تم ذلك منذ بدء أولى خطوات التصميم بالمشروع، بحيث تتضمن الدراسات مجمل التفاصيل عن آليات العمل في جميع مراحل المشروع ضمن إطار الاشتراطات والضوابط البيئية المسموح بها والمعتمدة من قبل الهيئة. كما أن تنفيذ أعمال المشروع في الموقع تتم ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية التي يتم وضعها وتطويرها بشكل دوري من قبل الهيئة العامة للبيئة. عندنا مختبرات متنقلة على امتداد المشروع لقياس الملوثات، وبالنسبة للعاملين في المشروع هذا عندنا عيادات صحية، عندنا عيادة صحية متنقلة على امتداد المشروع، وأيضا لدينا عيادة صحية ثابتة في ساحة الصب. وبالنسبة للعاملين هناك دورات وهناك محاضرات بخصوص الأمن والسلامة، وأيضا هناك تحفيز للعاملين في هالجانب هذا، حيث تقدم إدارة المشروع جائزة تحفيزية لأفضل عامل يتبع إرشادات الأمن والسلامة. وأيضا بخصوص الأمن والسلامة نحن نحافظ على المعايير الدولية من خلال استخدام الخوذ والإرشادات وأيضا السترات. ويشمل التقرير سجل المراقبة اليومية لمنطقة المشروع من خلال الزيارات اليومية والقياسات الميدانية لتحديد مصادر التلوث في الهواء والضوضاء في البيئة الخارجية والضوضاء في بيئة العمل والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة والسائلة، وذلك للتأكد من توافر جميع المتطلبات، ومن ثم اقتراح أفضل السبل للحد منها بالتعاون مع الجهاز الاستشاري. كما سيتم تعويض نسبة كبيرة من التشجير والتخضير الذي فقد أثناء التنفيذ وتجميله وفقا للمعايير العالمية. بالنسبة للجانب البيئي تقوم إدارة المشروع بإرسال تقارير بشكل شبه دوري إلى الهيئة العامة للبيئة، تتضمن هذه الدراسات والتقارير سجل مراقبة لموقع المشروع من خلال الزيارات اليومية لطاقم العمل، وأيضا من خلال القياس الميداني الذي يهدف إلى تحديد نسبة مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية ونسبة التلوث والضوضاء الذي يؤثر في المشروع. العمل على تعويض التخطير والتشجير الذي فقد من خلال تنفيذ المشروع، العمل على تعويضه بشكل كبير وأيضا تجميله في المشروع. إن مشروع تطوير طريق جمال عبد الناصر هو واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم، ويتم إنجازه باستخدام أحدث التقنيات العالمية باعتباره حلقة من حلقات سلسلة المشروعات التنموية المستقبلية التي تسعى دولة الكويت إلى إنجازها.